السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالبات العزيزات، طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. سوف نستكمل اليوم ما درسناه عن المستقبل. هذا الدرس الذي يتحدث عن الحوار الذي دار بين الشجرة والنهر، فالشجرة ترى أن النهر أصبح عجوزا وسوف يموت قريبا لأن مياهه صارت قليلة، فهي تناست وتجاهلت المستقبل، وتجاهلت أن الشتاء قادم والصيف راحل، وسوف تتجدد مياه النهر وتزداد. وبالفعل حدث ذلك، ونزلت الأمطار وزاد ماء النهر. فيا ترى ما موقف الشجرة، وهل اعترفت بخطئها أم لا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم. هيا يا عزيزتي قومي بفتح الكتاب وتابعي معي أثناء القراءة. توقفنا بالأمس عندما نزلت الأمطار الغزيرة وازداد ماء النهر، فصاحت الشجرة بدهشة: لقد عدت أيها النهر شابا قويا، هيا بنا نرى ماذا حدث. قال النهر: هل اقتنعت الآن أنك كنت مخطئة؟ قالت الشجرة: أخطأت فعلا، فقد كان يفترض في عدم نسيان المستقبل عندما أنظر إلى الحاضر. قال النهر: ما دمت قد برهنت على الحكمة باعترافك بخطئك فأنت تستحقين المكافأة. ودفع النهر ماءه بقوة نحو الشجرة، فسارعت جذورها إلى الشرب منه حتى الارتواء. عزيزتي قومي بتكرار القراءة، القراءة الجهرية، كرري القراءة حتى تتقني مهارة القراءة. عزيزتي الطالبة، هيا نناقش بعض المعاني الصعبة. هنا قالت الشجرة: أخطأت فعلا، فقد كان يفترض في عدم نسيان. ما مضاد كلمة نسيان؟ مضاد كلمة نسيان، أحسنت يا حبيبتي، مضاد النسيان التذكر. نسيان مضادها وعكسها التذكر. وما معنى كلمة برهنتي؟ ما دمتي قد برهنتي، أريد أن أعرف معنى كلمة برهنتي. البرهان هو الإثبات، إذن برهنتي معناها أثبتي، أثبتي. شكرا لكم. باعترافك، ما معنى كلمة باعترافك؟ الاعتراف هو الإقرار، الإقرار، أحسنتم. وما مضاد كلمة قوة؟ مضاد القوة، ما مضاد كلمة قوة؟ القوة عكسها الضعف، القوة عكسها الضعف. فسارعت، ما مضاد كلمة سارعت؟ مضاد سارعت أبطأت، أبطأت. وما معنى كلمة الارتواء؟ الارتواء هو سد العطش، سد العطش. أحسنتم بارك الله فيكم. هيا ننتقل إلى التدريبات حتى نقوم بإكمالها. هيا يا عزيزتي قومي بفتح الكتاب صفحة 23. 23. السؤال السادس: من خلال فهمك القصة وأحداثها، قارن بين حالة النهر في بداية الأحداث وحالته في نهايتها في المخطط الآتي. النهر في بداية الأحداث، يا ترى كيف كان حال النهر في ذلك الوقت في بداية الأحداث؟ تذكري، هل كان مسروراً؟ أم كان ماذا؟
أحسنت يا حبيبتي. كان النهر في بداية الأحداث جافاً عجوزاً. أحسنت، كان أيضاً قليل المياه. هيا بنا نقوم بكتابة ما ذكرناه الآن. كان النهر في بداية الأحداث عجوزاً قليل المياه. أما النهر في نهاية الأحداث، كيف كان حاله؟ هل كان عجوزاً؟ لا، أصبح شاباً. هنا في البداية كان عجوزاً، تحول في النهاية إلى شاباً. كان في البداية قليل المياه، ماذا حدث له؟ أسمعك جيداً، زادت مياهه، زادت مياهه، أحسنت. كان جافاً، أصبح الآن قوياً. أحسنت يا حبيبتي. السؤال السابع، ما الشخصية التي أعجبتك أكثر في القصة ولماذا؟ هذا السؤال متروك لك يا عزيزتي الطالبة، وليكن من وجهة نظري شخصية النهر. أما من يعجبها شخصية الشجرة أيضا فهو متاح لها، هذا رأي. فالنهر هذه الشخصية قد تعجبني لأنها واثقة من نفسها ومتفائل ومتسامح ولا ينسى المستقبل. والشجرة قد أيضا نقول أنها تعجبني لأنها تعترف بخطئها. فهذا سؤال مطروق لك، هل كان عنوان القصة مناسبا لموضوعها وأحداثها ولماذا؟ ما رأيك؟ هل كان عنوان القصة مناسبا لموضوعها؟ نعم بالطبع. لماذا؟ نستطيع أن نقول هنا لأن أحداث القصة كانت تدور حول عدم تجاهل المستقبل، لأن بالفعل أحداث القصة كانت تدور حول عدم تجاهل المستقبل. هيا بنا نقوم بكتابة الإجابة، حول عدم تجاهل المستقبل. كانت أحداث القصة تدور حول عدم تجاهل المستقبل. هيا بنا ننتقل إلى اللغويات. اللغويات، اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. قالت الشجرة: أخطأت فعلا، فقد كان يفترض في عدم نسيان مستقبلي عندما أنظر إلى الحاضر. قال النهر: ما دمت قد برهنت على الحكمة باعترافك بخطئك فأنت تستحقين المكافأة. ودفع النهر ماءه بقوة نحو الشجرة فسارعت جذورها إلى الشرب منه حتى الارتواء. استخرجي من الفقرة السابقة ما يأتي: ألف جملة فعلية وحددي ركنيها. كلنا نعلم أن الجملة الفعلية يا حبيباتي بتتكون من الفعل والفاعل والمفعول به. مكونات الجملة الفعلية: الفعل والفاعل والمفعول به. والركنان الأساسيان فيها هم الفعل والفاعل، الفعل والفاعل، مثل قال المعلم، خرج أحمد، ضرب خالد، وهكذا، فاعل وفاعل. المطلوب مني هنا أن أقوم باستخراج جملة فعلية، الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل. قوم الآن عزيزتي الطالبة باستخراج جملة فعلية مع تحديد ركنيها وهم الفعل والفاعل. أين هي الجملة الفعلية؟ يوجد لدينا العديد من الجمل الفعلية في هذه الفقرة، ومنها قالت الشجرة، وأيضا قال النهر، وأيضا اسمعك جيدا دفع النهر. اكتبي
أي جملة فعلية هنا في هذا المكان؟ وليكن قال النهر، قال النهر، هذه جملة فعلية. والركنان الأساسيان هم الفعل، نكتب الفعل هو قال، قال الفاعل. أما الفاعل، أين هو الفاعل؟ اسمعك جيدا، النهر. الفاعل هو قال، أما الفاعل هو النهر. اسمين مجرورين، اسمين مجرورين، أين الاسم المجرور هنا؟ الأسماء المجرورة يا عزيزتي تأتي بعد حروف الجر، أي أنه لا يوجد اسم مجرور إلا بعد حرف الجر. ابحثي معي هنا عن حروف الجر، وبمجرد أن تجد حرف الجر لابد أن يكون بعد حرف الجر اسم مجرور. اكتبي هنا الاسم، أين حروف الجر هنا؟ على الحكمة، على حرف جر، إذن الحكمة اسم مجرور. إلى حرف جر، إذن الشرب اسم مجرور. أحسنتم، بارك الله فيكم. بقوة، الباء حرف جر، إذن قوة اسم مجرور. أحسنتم، بارك الله فيكم. إلى حرف جر، إذن الحاضر اسم مجرور. اكتبي هنا أي اسمين من الأسماء التي قمنا الآن بذكرها. نستطيع أن نكتب هنا الحاضر، لأن الحاضر سبقتها حرف الجر إلى. ونستطيع أن نكتب أيضا الحكمة، الحكمة أحسنتم، بارك الله فيكم. أعرب ما تحته خط. المستقبل، المستقبل، قومي بإعراب هذه الكلمة، كلمة المستقبل وكلمة أيضا المكافأة، هيا بنا. لا نستطيع إعراب أي كلمة إلا إذا نظرنا إلى ما قبلها، فهنا كلمة المستقبل كلمة معرفة بأل، سبقتها كلمة نكرة، إذن هذه الكلمة تعرب. أحسنت، أسمعك جيدا، مضاف إليه، نسياني المستقبلي، إذن المستقبلي تعرب مضاف إليه مجرور وعلام جره الكسرة. أما هنا كلمة المكافأة، كلمة المكافأة هنا تعرب، أسمعك جيدا، لابد أن أنظر إلى ما قبلها يا معلمتي، تستحقين، تستحقين فاعل، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت، تستحقين أنت المكافأة. وقد ذكرنا من قبل أن الجملة الفعلية تتكون من فاعل، فاعل، مفعول به، تستحقين الفاعل، أما الفاعل أنت، أما المفعول به المكافأة، بارك الله فيك. نقوم الآن بكتابة الإجابة، هيا بنا. المستقبل ذكرنا أنها مضاف إليه، هيا يا حبيبتي، مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسر. أما المكافأة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. شكرا لكم يا حبيبتي، ننتقل
أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى، ومع درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله.